من اتهامات بالوصول للدور اللي بعد او دور الثمانيه او دور ال 16 لاطهر من اطهر الطاهر بسبب اطهر الطاهر للوصول للمباراه النهائيه، والافضل هجوميا والافضل دفاعيا والافضل في كل شيء. ما بين هذا وذاك كيف ترى النادي الاهلي؟ اولا لازم نقسم المشهد لجزئين. اتفضل. الجزء الاول وهو ان انت دلوقتي بتتكلم على ان الاهلي بتحاول تضعف اي منافس الاهلي بيعديه، وبتحاول تضعف من قيمة البطولة. لا، هو الأهلي اللي خلى يبان لك أنت إن البطولة سهلة. ليه؟ الأهلي بيعرف يتعامل كويس جدا مع الأدوار. بس تعالى ما نبص، أنا تملى بحب لغة الأرقام يا كابتن. يعني تملى لما أحب أتكلم على حد يتكلم عن جدول مسابقة أو عن بطولة أو أنا يتكلم بالأرقام. النادي الأهلي جايب 24 هدف في النسخة دي لحد الماتش ده، 24 هدف في 12 مباراة. صدفة. 12 مباراة. صدفة صح. بواقع صدفة. صدفة. بواقع هدفين لكل مباراة، ودي نسبة على فكرة لو في مسابقات قارية نسبة كويسة جدا. طبعا. دخل في مرمى 8 أهداف منهم 5 في ماتش واحد، بالمناسبة وهنقف نتكلم عن جزئية ماتش صن داونز وإيه الدور اللي حصل، ودي درس إداري، درس في الإدارة إزاي تتخطى. لا لا، وأنا آسف جدا إن أنا كمان كويس إن أنت فتحت الموضوع ده، ودرس إعلامي. طبعا. لأنه الوقت ده تحديدا قناه الاهلي تعرضت ل مظبوط لنقد كبير جدا وهجوم كبير جدا، على اساس ان احنا يعني بنطبق، بمجرد ان احنا قلنا يا جماعه لسه. انا كل اللي قلته ايه؟ كل اللي انا قلته لو فاكرين انا قلت ايه؟ اه انا فاكر يا جماعه السفينه لسه في وسط البحر. بالظبط كده، يعني اروح يعني وغير كده هتوصل ولا هتغرق. وغير كده يا كابتن اسلام، السفينه في نص البحر وانا لا املك اي تغيير. يعني انا مش هينفع امشي لاعب في نص موسم. صحيح. اللعبه دي اللي هكمل بيها، فما عنديش اي اختيار. سبحان الله. وصلنا فاينل، وصل الاهلي فاينل، وحاليا الاهلي يحتاج الى الفوز بست مباريات، ست مباريات للتتويج بالدوري. صح. يعني انت بتتكلم لو ربنا كرمك بالثلاثه اللي جايين دول قطعت نص المسافه. صحيح. قطعت نص المسافه وخلصت الموضوع ده اذا ما تعثرش المنافسين. انا بتكلم على انك انت محتاج ست. بس الجزء الثاني، انت جايب 24 هدف، دخل مرماك 8 هدف منهم 5 في ماتش واحد. ايوه. كل ده في 12 مباراه. تعالى بقى شوف الوداد اللي الناس بتقول لك اصلي الوداد مستواه وافضل من صن داونز. لا لا، بس هو الوداد بيني وبينك انا مش عايز اتكلم على الماتش النهائي ليه تحديدا. لانه انا عندي ماتش يوم الاثنين. تمام. يوم الثلاث ثلاث ماتشات بكره الاثنين. ثلاث ماتشات. طب عندي عندي ثلاث جمعه اثنين. مظبوط. ثلاث جمعه اثنين. فانا بيني وبينك امبي طالع جيش سيراميك كليوباترا. امبي جيش كليوباترا. انا بيني وبينك برضو من نوعيه الناس اللي بتحب تقفل. خلاص انا عندي النادي الاهلي عنده بطولات كبيرة وعنده حاجات كتيرة جدا. يعني زي جوارديولا كده لما سألوه يا أساتذة إنه قال لك أنا ما عملتش حاجة. فاضل ثلاث ماتشات. نهائي دوري أبطال أوروبا. مع الفرقة اللي يعني مع الإنتر ميلان. مع الإنتر. بالظبط. ونهائي الدوري اللي هو كان امبارح أو النهاردة يعني. وقبلها أرسنال خلص. ونهائي كأس الاتحاد مع مانشستر يونايتد. فأنا فاضل لي ثلاث مباريات لسه في إيه؟ في الموسم. في الموسم اللي هم يا اما هاخد كل حاجه يا اما مش هاخد حاجه يا اما هاخد حاجه من الحاجات. بس انا كابتن اسلام ما بتكلمش ما بتكلمش على الوداد على المباراه الفاينل منافسه الاهلي والزمالك ومراكز الخوض بتاعتك. الوداد من الفرق الخبيره جدا جدا. طبعا. قريب من النادي الاهلي الحقيقه. طبعا. ده يدل اللي حصل. طبعًا. ده يدل على ان هم بعد اذنك لا اتفضل اتفضل يدل على انه هم يعني بيعرفوا يديروا صحيح نفسهم. مظبوط. يعني يعني طريقه اللعب اللي ادوا بيها. صحيح. امام كانوا هايلين صن داونز طريقه فانا مش عايز اخد وقت كتير. تمام. في الكلام عن النهائي. فانا بتكلم على جزئيه الوداد. الوداد ده نفسه اللي انت بتتكلم بتحاول. انا بتكلم على جزء التناول الاعلامي للمنافس. اوكي. ما اقصدش المباراه. تمام. بقول لك انت بتحاول تبين دلوقتي ان الوداد اقل من صن داونز ازاي. طب الوداد مشواره ايه؟ الوداد جايب 18 جون ودخل مرمى 6 اهداف على مستوى منافسات البطوله كلها. صحيح. طيب الوداد ده مش هو اللي خرج صن داونز؟ صح. ولكن انت امنياتك كنت عايز صن داونز. اوكي، خليك عيش في امنياتك. ما هو انت طول عمرك بقى هتفضل في بعض الناس بتتفرج على تفضل تحلم، لكن الحقيقه فين؟ الحقيقه الاهلي والوداد هم نهائي النهائي. بالظبط كده. برافو عليك. الاهلي هذه هي الحقيقه. دي الحقيقه. هو الواقع. بس انت احلم اطمع عيش في وهم، لكن الحقيقه فين؟ الاهلي والوداد. الاهلي في النهائي المره 16 في تاريخه، وده رقم. وللمره السادسه على والمره الرابعه على التوالي، السادسه في اخر 7 سنين. تمام. ده ارقام خرافيه. صحيح. ارقام يعني انت ما تيجي تتكلم هات لي فريق. صدفه برضه. صدفه كابتن. كل ده صدفه. هتكلم